تحية لكم. هذه هي مدينة دوما بريف دمشق. الأهالي خلفي وعلى مدار الأيام الماضية يحتفلون بمناسبة الاستحقاق الرئاسي. كل ساحات مدينة دوما غصت على مدار الأيام الماضية بعشرات الآلاف من المواطنين وجهوا تحيتهم وصوتهم وكلمتهم إلى الداخل والخارج. نحن مع هذا الوطن. فبعد أن فك القيد عن أهالي دوما ودخول الجيش العربي السوري وتحريرهم، أعلنوا صوتهم بأنهم مع الوطن وقائد الوطن. اليوم يتجمع آلاف المواطنين في هذه الساحة، ساحة البلدية داخل مدينة دوما. كبر خاطرنا السيد الرئيس، والله فرحنا في دوما، والله والله رحنا بالدم بصمنا له، والله وكيلك. مهما صار ومهما زار بيصيب ما بنستغنى بالصار. يا رب انت يا قادر يا كريم تجبرنا، ما كنا جبرت رب العالمين جبرك يا رب. ايوب بشار الاسد ولاولادنا ولشعبنا كله ولسوريا كلها. الله يخلي لنا اياك يا بشار، الله يطول بعمرك ربي، يخلي لنا اياك يا رب يطول بعمرك. بلاك ما نسوى شيء، انت رئيسنا وانت قائدنا، ما بنستغني عنك، ما بدنا حدا غيرك يا رب، يخلي لنا اياك. انا عندي شهيد، انا ام شهيد وما بطاقة شرف، والي الشرف كمان، الي الشرف انا، اي والله انا اولادي فدا الرئيس، والله والله انا عندي شهيد له سنه ونص، سنه وسبعة اشهر لما استشهد، والله بحلب، بحلب استشهد. الله يصبرك، الله يصبرك. والله العظيم انا الفخر الي، فخر الي ولاولادي ولسوريا كلها. يخلينا بشار الاسد، هو مالكنا وهو حافظنا، الله يرد عنه يا رب ويحميه. قد ايه عمرك يا حجي؟ عمري 70 يا ابني. الله يطول بعمرك. الله يسلمك يا رب، يخلي لي اياك. الله يخلي لي اياك. الله يبارك بعمركم وشبابكم يا ابني. روح الله يحميكم ويحمي بشار، يا رب يحفظه هو وشعبه. طبعا اثناء هذا الاحتفال وبمكرمه من السيد الرئيس بشار الاسد، تم اطلاق دفعه من الموقوفين ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء، اهالي دوما الذين وقفوا بوجه المؤامرة وعانوا من الإرهاب على مدار السنوات الماضية. الله سوريا وبشار وبس، الله يخلي لنا قائدنا ووطننا وبلدنا. وهي أهل دوما عمي كلياتهم هون شايفيننا، نحن الرئيس، نحن فدوى لأهل البلد وللوطن وكل البلد، نحن هون جعناها. والله يخلينا سيادة الرئيس. الله سوريا بشار وبس. الله سوريا